خلاص اتفقنا. انت عارفه تعملي ايه؟ تغسلي ايدك كويس جدا بدل ما تلعبي كوره. تمام. ما بلعبش كوره. ما بتلعبيش كوره؟ طيب وخلي بالك في تبقى مسافه ما بيننا وما بين بعض. ماشي. يلا هاتي ايدك. يلا اعملي ايدك كويس. وانت بتقلعي الكمامه ما تمسكيهاش من قدام، ما تمسكيهاش من اي حاجه، امسكيها من الحبلين وارميها في الباسكت. ماشي. انا نزلت النهارده اوعي الاطفال حوالين فيروس كورونا، تمام، وازاي نتعامل معاه بالاحتياطات اللي وزاره الصحه قالت عليها، وهي ان احنا نغسل ايدينا طبعا كويس جدا، ونلبس الماسكات او الكمامات، ونغسل ايدينا كل شويه بالماء والصابون. اخترت ده عن طريق شغلي اللي هو ان انا بمثل بانتومايم وكلاون، وبعمل ده للاطفال لان هو ده عامل جذب ليهم يعني.